الحمد لله، سنة 2022 بس عندي مليئة بالإنجازات، منها اللقب ديال بطل العالم اللي كان كينقصني، كذلك التروفي ديال لو دياموند ليغ اللي كانت هو كنخسروا 4 ديال السنوات متتالية، قدرت نفوز بها السنة هذا. وأهم حدث كان بالنسبة لي هذه السنة هو التتويج ديالي، أولا التتويج ديالي كذلك بأفضل أعداء إفريقي، دونك هذا ماشي سهل أنك يختاروك أفضل أعداء إفريقي. دونك الحمد لله كانت سنة مليئة بالإنجازات ديالي، وكنبغي نشكر الجمعية الوطنية الصحفية للرياضيين بالمغرب على هذه الالتفاتة هذه والترشيح ديالي أفضل رياضي بالمغرب. دونك كنقول لهم شكرا على المنبر هذا، وكنتمنى إن شاء الله التوفيق لهم في المسيرة المقبلة إن شاء الله. سفيان، كيفاش تمر الاستعدادات ديالك؟ تنعرفوا أنك دخلتي في مرحلة الاستعدادات الثانية الصحفية في مقابلة إفران، شنو هي المحطات المقبلة وكذلك تركيزك على الألعاب الأولمبية في باريس؟ بالفعل فبالنسبه للرياضه العاب القوى ما كتخليك دائما خصك تكون ديما كتستعد، دونك انا استنفذت التدريب ديالي بمدينه افران استعدادا للملتقيات اللي غتكون عندي ديال الدوري ماس ان شاء الله في شهر ماي، كذلك بطوله العالم اللي غتكون عندي في اوت ان شاء الله هذه السنه هذه كذلك. الحمد لله الان الطريق مفتوح ليا، بالنسبه ليا باش نكون غادي في واحد الطريق مفتوح للالعاب الاولمبيه ديال باريس 2024. دونك غادي ندوز بطولة العالم هذه السنة ديال 2023، وغادي إن شاء الله نمشي بنفس الاستعدادات للبطولة الألعاب الأولمبية ديال 2024 إن شاء الله، ولكن هذه المرة بواحد المورال اللي هو طالع، يعني أنا هو البطل الأولمبي ديال النسخة الماضية وبطل العالم ديال النسخة الماضية، دونك هادو اللي جايين إن شاء الله غادي نمشي لهم بواحد المورال كبير، ونتمنى كذلك إن شاء الله نهدي لبلادي ونهدي للشعب المغربي كذلك ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية باريس إن شاء الله. ما نفوتوش الفرصة نسولكش على مونديال قطر، أنك كنتي من بين الجمهور بطلنا كبير والداعم لأسود الأطلس، كيفاش عشتي ديك الفرحة والتألق والإنجاز التاريخي ديال المنتخب الوطني رفقة الناخب الوطني وليد الركراكي اللي هو من صديق من الأصدقاء المقربين؟ بالفعل أنا كنت متواجد في قطر رفقة المنتخب الوطني، فصراحة كنشكرهم بدورهم على كاع داكشي اللي قدموه لينا كمغاربه. انا بدوري واحد من الجمهور المغربي كنت كنشجع، كنت كنساند، كنت كنعيش ديك اللحظات الكبيره معاهم، فكنقول لهم شكرا من القلب، شكرا على العمل اللي كتقوم به كذلك الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم على المجهودات الكبيره اللي كتقوم بها باش توصل كره القدم الوطنيه لهذا المستوى هذا. فكنبغي نقول شكرا كذلك للوالد اللي هو الصديق ديالي على هذه الروح القتاليه اللي جعلها في اللاعبين وجعلها حنا كرياضيين ولينا كنحسوا بديك ديك الروح. وي صح، حنا الحمد لله عشنا معاه دي مومون اللي كنعيشوهم غير في لي زيفينمون اللي كنكونوا فيهم، حنا قدرنا نعيشوهم حتى في كره القدم خصوصا في اللقاءات اللي كانت مصيريه امام اسبانيا ولا البرتغال. دونك كنقول لهم شكرا واحد بواحد، وكنتمنى ان شاء الله دائما توفيق الرياضه المغربيه بصفه عامه ان شاء الله.